السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة جميلة جدا، ألا وهو إن أنت لما تيجي ترسم الضغط هو يبدأ يرسم الحاجات الفرعية، ولو عدلت يتعدل. ده كله ده أوتوميشن، تمام. ده هو اللي بقى الذكاء الصناعي في البيم، اللي هنسميه بقى إيه، AI بيم، تمام. ده مستقبل البيم ان شاء الله. شايف الروعة، شايف الروعة. بتحدد المينيموم والماكسيموم في الضغط وتبدأ ترسم بالشكل الجميل ده. وتبدأ تختار، لو في أكتر من حل تبدأ تختار منه. ابدأ ارسم درو، وهو بقى ايه يتعامل مع أي حاجة أنت عملتها. ده هنسميه Artificial Intelligence BIM. ده أكتر بالديزاين، وتبدأ بقى تقارن بينهم.